السلام عليكم. احنا كنتواجدوا الان فوق سطح البنايه اللي بغيت نوريكم من خلال هذا الفيديو هذا، اللي هو فيديو رابع اليوم الاحد، وهو البرد القارس اللي كاين. و يعني من خلال الشوفاج اللي كيخرج من البنايه، شوفوا هذاك البخار اللي كيخرج انه كيجمد. هانتوما كما كتشوفوا البخار كيجمد حتى في الجهه الاخرى، يعني البخار كي كيخرج كيجمد. هذا بمفعول البروده الشديده اللي كاين. واخا اليوم ما كاينش البرد بزاف اليوم الاحد، ولكن راه كاينه لو غوسونتي الان اللي كاينه ناقص 13. لو غوسونتي اللي كاينه ناقص 13، ولكن هذه واحد يومين ولا 3 ايام كانت ناقص 27، سيرتو بالليل كانت ناقص 27. هانتوما كتشوفوا واحد المنظر يعني من ديال مدينه تروا ريفيير، ما كايناش الخضوره بفاعل البرد، الشجر كلشي تحرق، يعني الورق ديال الشجر كيتحرق بفعول البرد، كيبان لك الشجر بحال محروق، بحال كب عليه ليسانس. وهنا كاينين السكنه ديال الناس كما كتشوفوا، وهذا كما قلت لكم شوف، يعني بمجرد انه كيخرج كيجمد حتى تيولي واحد الطبقه ديال الجليد. يا فريغو ما سهلاش، ولكن الانسان كيتعود. انا دابا كنهضر معكم وما ديرش ليغون، ما ديرش ليغون وكنهضر معكم، ولكن ما نقدرش نطور فيه اكثر من هادشي. يلا نخليكم على خير، كان غير معلومه باش نوريكم البرد اللي كاين. يلا الى اللقاء ان شاء الله في فيديو اخر بحول الله. السلام عليكم.